ضمن انعكاسات العملية العسكرية الروسية والدعم الغربي لأوكرانيا، زادت بكين من وتيرة الاستعداد العسكري بحسب تقارير غربية. زيادة قوة الترسانة النووية هدف أساسي للصين منذ أشهر، وارتفعت أهميته بعد أن هددت روسيا بورقة النووي وما تبعه من نفي غربي لأي نية لمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. على الأرض ترى بكين أن ترسانة نووية قوية ستجعل واشنطن تفكر مليا قبل أن تتورط في حرب تايوان الحتمية رغم توقيتها الغامض، وتعتقد أن تعزيز صواريخها العابرة للقارات يضمن لها اختراق الدفاعات الأمريكية، وذلك بعد أن تصمد هي أمام الضربة النووية الأولى المحتملة. وربما لا تكون تايوان وحدها سببا للهجوم الأمريكي المحتمل، فبكين قلقة من سعي واشنطن للإطاحة بحكمها الشيوعي، خاصة في ظل خطابات عدائية من إدارة بايدن وقبلها إدارة ترامب. مخاوف بكين بشأن تايوان فإنها ما يبررها تاريخيا. في 1955 هدد آيزنهاور باللجوء للنووي بعد قصف الصين لجزر كيوموي وماتسو الواقعتين تحت سيطرة تايوان، ويمتد الهاجس إلى يومنا هذا. بايدن سار على خطى سلفه ترامب الذي راجعت إدارته السياسة النووية في 2018 بما يتيح استخدام النووي للرد على هجمات غير نووية خطيرة ضد واشنطن أو حلفائها. كثيراً ما حاول البعض الربط بين السيناريو أوكراني وآخر تايواني، لكن هذا الربط ترفضه بكين، فأوكرانيا بالنسبة لها دولة مستقلة تخوض نزاعاً حدودياً، أما تايوان فهي دائماً جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. وحتى التعرض للعقوبات أمر لا يقلق الصين التي ترى أن الغرب لم يستخدم كل الأوراق الاقتصادية مثل منع جميع المعاملات مع روسيا أو فرض عقوبات على أي شخص يستخدم الدولار الأمريكي في أي صفقة مع روسيا. تؤمن الصين أن هذا الحذر الغربي سيتضاعف عشرات المرات معها بسبب قدرتها على الرد بعقوبات مضادة أكبر بكثير من روسيا.